ركز بقى وشوف اللي جاي ده معايا عشان تعرف انت عايش في انهي دولة. يا حضرات، في ثلاث طبقات في المجتمع: طبقة الكريمة الاغنياء، والطبقة المتوسطة، ودي تقريبا درجتين، طبقة متوسطة عليا وطبقة متوسطة اقل، وفي الطبقة الفقيرة. التاريخ في البلاد بيصنعوا الطبقة المتوسطة دي اللي انتهت عندنا. نشوف بقى الفضيحة، نشوف الفضيحة اللي جاية دي في إسكان الشباب، إسكان السيسي الاجتماعي. مش بقول لكم الناس دي بتتكلم عن مصر تانية خالص، ولما السيسي يطلع يقول لك نور عينيك بيتكلم لناس معينة مش لك أنت. ومن حيث لا يدري انكشف اللي ورا الستارة، وعرفنا مين هم متوسطي الدخل عند حكومة السيسي. عايزك تسمع وتركز وتفهم عشان بعد كده تفسر الكلام صح وتعرف ده يخصك ولا لا. قبل ما تسمع اللي انا هقوله لك ده، هات ورقه وقلم كده او امسك الموبايل اللي جاي ده. ماشي. في اعلان عن شقق للاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل. انا لحد دلوقتي غلطت في حاجه؟ لا. اعلان، بقول مره تانية، نزل اعلان في المواقع وفي الجرايد عن وجود شقق لمتوسطي الدخل. اكتب عندك الجمله دي عشان ما تنساش، متوسطي الدخل، يعني الغلابه، الموظفين اللي على قد حالهم، يعني متوسطي الدخل. فين الشقق دي؟ الشقق دي في اكتوبر، وفي القاهره الجديده، وفي المنيا الجديده، وفي غرب جنة، وفي ناصر اسيوط. حلو جدا، نكتبها تاني مع بعض عشان برضو ما تزعلش. يعني اكتوبر الجديده انا ما اعرفش هي فين دي بصراحه، القاهره الجديده انا عارف هي دي فين بصراحه، المنيا الجديده انا برضو رحتها وعارف دي فين بصراحه، بعد النيل يعني، غرب جنة انا ما اعرفش دي فين بصراحه، غرب ناصر غرب اسيوط، غرب اسيوط يعني في الصحراء، ماشي، وغرب جنة يعني في الصحراء، يعني زي ورا الصوامع شرق غرب. ماشي، اوكي، معانا. الشقق مساحتها كام يا معلم؟ 106 متر الى 118 متر، يعني تقدر تقول 3 اوض وصاله. حلو جدا. في عيب الكلام ده؟ بص هات الاعلان تاني يا علي. ادي يا عم الموقع هو اللي هتحجز عليه، من 19/7/2020 حتى 30/8 تحجز على ان يتم اختيار المدينه وحجز الوحده السكنيه من الموقع الالكتروني. حلو، بحيث يسدد كل من مقدم جديد حجز الوحده السكنيه مصروفات تسجيل، الله اعلم ما قالوش يا كام، بالاضافه للتسجيل المقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والاقرار. طيب انا عايز شقه يا علي 118 متر، يدوب. طيب نخش بقى نشوف الشروط ايه بقى، وهل الشروط دي تنطبق عليك انت ولا علي انا ولا على احمد موسى؟ ادي الشروط، كراسة شروط مشروع سكن مصر. الاشتراطات: ان يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية، جميل، الا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في نهاية الاعلان، حلو جدا، يحظر على المتقدم شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل، حلو جدا. بص بقى، يحظر على المتقدم شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري. لمين يا علي بقى؟ لمتوسطي الدخل. صلاة النبي أحسن. حلو برضو، حلو، يعني شقق لمتوسطي الدخل، ده كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل يا علي لا يزيد يا علي صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600,000 جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 50,000 جنيه في الشهر، وعن 480,000 جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 40,000 جنيه في الشهر. مين يا علي؟ متجوز وقاعد مع المدام وصافي دخله 50,000 جنيه في الشهر وطبقة متوسطة. اوكي علي، ما تزعلش. مين يا علي؟ عازب عنده 30 35، يعني عمل 3.5 متر، يعني 35 سنة، صافي دخله في الشهر 480,000 جنيه.
طيب عارف يا علي، عشان بس تحط في دماغك يا علي، لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي. عارف يا علي، وركز في اللي أقولك ده، إن الحد الأقصى للمرتبات في مصر، الحد الأقصى يعني الوزير مرتبه في الشهر 42,000 جنيه. يعني تخيل، بيقولك إن ما يزيدش دخلك عن 480,000 جنيه سنة بمعادل 40,000 جنيه شهري. ده الوزير يا علي دخله في الشهر مفترض 42,000 جنيه. مين بقى الشاب يا علي اللي شغال في شركة اي تي او في الكول سنتر بتاع ماكدونالدز بياخد 40,000 جنيه في الشهر؟ مين يا حضرات ينطبق عليه الشروط دي؟ واذا كان بينطبق عليه الشروط دي بيتسمى ليه الحقيقة، يعني بيتسمى ليه متوسط الدخل؟ ما تسموه اي حاجة تانية. مين يا علي اللي عنده الحاجات دي؟ حلو، بيقيس لنفسه. بس هدي اعضائك، بيقيس لنفسه، يبقى يقول بقى ان دي مش شقق متوسط الدخل. لانه فعلا لما انا اكون شاب عندي 28 سنة وداخل على خطوبة وجواز واسرة العروسة عايزة شقة، فاروح اقدم في الاسكان الاجتماعي ده والاقي ان انا يعني الحقيقة مطلوب مني ان يكون، ما يعني مشترط ان يكون دخلي لا يزيد عن 40,000 جنيه. السؤال بقى، الشقة بكام؟ ليه انت بتقول لي ان دخلي لا يزيد عن 40,000 جنيه؟ سوري، هو في حد في المواطن في مصر مفترض بيزيد دخله عن 42,000 جنيه؟ الوزير طارق شوقي اللي مع حبيب عز ده اقصى مرتب ليه 42,000 جنيه؟ خلينا بقى هتسمع بقى من الشباب الكلام اللي كتبه الراجل على التعليق ده. هات بقى الكلام، البوست كده بقى، هات البوست بيقول ايه. ادي ايمن بيقول ايه بقى: الواحد بيحاول يتمسك نفسه ويمنع نفسه من اي انفعال او منشورات سلبية، لان الحياة حاليا فيها كمية حزن واكتئاب لا تحتمل، اي مناوشات. لكن عشان يعملوا مشروع اسكان لمتوسط الدخل ويكون توصيف متوسط الدخل هم الناس زوج وزوجة اللي لا يتجاوز صافي دخلهم 50,000 جنيه في الشهر، يعني 600,000 جنيه في السنة، والاعزب 40,000 في الشهر، ومعلوماتي ان الحد الاقصى للرواتب في مصر 42,000 جنيه، يعني المشروع ده مطروح لأثرياء مصر، وواضح ان وزارة الاسكان وصناديقها وهيئتها كدابين، والبلد دي لا يمكن ينصلح حالها مع الاكاذيب ده. احذفوا كلمة وصف متوسط الدخل من الاعلان وبيعوا، وقسموا الشقق والكومباوندات براحتكم، بس بلاش كذب وقهر والشعب، والله والحياة جاية عليهم بما فيه الكفاية، ارحموا الناس. عرفت يا علي؟ يا علي اللي انا عايز اقول لك عليه ان عبد الفتاح السيسي شغال مقاول، شغال بنا ومناول. اه والله العظيم الراجل ده يا علي ببساطه شديده جدا قرر يعمل حاجه غريبه جدا. هات مقاول كده قول له لما اعمل شقه 118 متر مثلا تكلفني كام؟ شاكب راكب يعني، هيقول لك ممكن تكلفك 300,000 جنيه. تخيل السيسي بيقول لك تكلفته 600,000 جنيه. خد تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 250,000 جنيه. لماذا تباهى السيسي بإنفاقه 600,000 جنيه على شقق الإسكان الاجتماعي؟ أثارت تصريحات السيسي بأثناء افتتاحه الحي الأسمرات 3 عن أن تكلفة الشقة على الدولة بدون أرض أو مرافق 600,000 جنيه أثارت علامات استفهام واستنكار، لكن المتابع للأزمة الحاصلة بين الحكومة والمواطنين الذين تم نقلهم لتلك المناطق يستطيع أن يستنتج أنها تمثل ردا حاسما على احتجاجات وتظاهرات المتضررين الذين تم أو سيتم نقلهم للمناطق الجديدة، وآخرهم ماوى الصيادين. هؤلاء يقولون أن الحكومة خدعتهم وتجبرهم على إخلاء مساكنهم لكي يهدموها ويستثمروا أراضيها بالمليارات، نظرا لموقعها المتميز، فبعضها مثل مثلث مسبيرو وجزيرة الوراق يقع على النيل أو بالقرب منه، يتراوح سعر المتر فيها ما بين 30,000 إلى 60,000 جنيه. في المقابل يزعمون أن الشقق البديلة التي وفرتها لهم الدولة كتعويض لهم تكلفت 600,000 جنيه حفظا لماء الوجه، أي أن المتضررين ممن تركوا سكنهم مستفيدون على عكس الحقيقة. فعبد الفتاح السيسي علي شغال بنا ومناول. خلينا نشوف دلوقتي الناس دي بقى اللي بتقول احنا مش لاقيين ناكل حرام، ما شفناش الظلم ده قبل كده.
اللي بتقول الكلام ده ست مسنة عمرها 85 سنة في منطقة اسمها أرض الصيادين بالمطرية، بس مش المطرية اللي عند كوبري القبة، المطرية ده قهلية. وبتستغيث الست دي بعد قرار هدم منزلها ضمن حوالي 510 عقار لما تفاجأ أهالي المطرية ده أهلية باختارهم بإخلاء المنازل لزائدتها خلال 24 ساعة من غير حتى ما يوفروا لهم أماكن بديلة أو تعويض. عشان انا عايز ما احناش لاقيين نحلق ولا لاقيين ناكل ولا غلابه عاملين اطفال، وانا ست كبيره عندي 85 سنه وحضرت حرب هتلر وموسوليني. لا حضرت وما كانش ظلم زي ايام دي. وبعدين ما ينفعش، احنا غلابه ومساكين، هنروح فين؟ من هنجيب شقة بألف جنيه وعندنا شباب هيتجوز ويسكنوا فين؟ وقاعدين في حتة ما تتسكنش وشاطرين. احنا ما نطلعش من حتة أبدا على فلوسنا لحد الطريق. الحقيقة الناس دي ناس من أبد الدهر. على فكرة المطرية دي أهلية دي منها تقريبا المناضل المصري اللي كان ناضل ضد الفرنسويين اللي جده يبقى حفيده يبقى أستاذ توشيح كبير غير نقشبندي، الشيخ اللي كان مشهور جدا في التواشيح نصر الدين طبار. المطرية دي منها حسن طبار وده كان شيخ الصيادين. النيابة العسكرية أو قررت تحبس حوالي 42 من أهالي منطقة مأوى الصيادين في اسكندرية. ليه؟ لأنهم اتظاهروا ضد قرارات الحكومة عشان بتسكنهم أو عايزة تسكنهم في أماكن بديلة وعشان سحبت منهم الملكية. ده الخبر هو قدام حضرتك. النيابة العسكرية حبست 42 واحد، 42 واحد. طيب يعني حتى مش قادرين يشتكوا، ممنوع يشتكوا. بالمناسبة بس أنا بدور في فيلم لعبلة كامل كان كتبه بلال فضل عن منطقة مأوى الصيادين دي، وكان الفيلم فيه عبلة، كانت بطولة عبلة كامل يعني، وكان بطولة أيضا المرحوم سامي العدل. وكان قصة الفيلم كلها أو يعني الحدث المهم إن سامي العدل رجل أعمال كبير عايز ياخد المنطقة دي ويهجر أهليها عشان يعملها بلطية العايمة. صح، برافو عليك، بلطية العايمة. كانت سامي العدل بيلعب دور رجل أعمال متوحش عايز يهجر الصيادين دول وياخد المكان بتاعهم ويعمل بقى عمارات استثمارية وكومباوند استثماري على المكان بتاعهم ده. لما شوفت الفيلم ده وأنا كنت عضو لجنة التحكيم في مهرجان سينما حقيقة استغربت جدا، يعني دي شغل في حاجة اسمها كده يا بلال؟ بس يبدو ان وجهة نظر بلال اللي كانت في 2007 تقريبا كانت سابقة، لان احنا في 2020 اهو بيتعمل نفس القصة فيلم بلطية العايمة. خلينا نشوف دلوقتي الفيديو ده. حد بيقول له انتوا قلتوا شاركوني في بناء البلد مش هدمها. ده شاب بيستغيث بالسيسي بعد تخريب موظف الجمرك باسكندرية لشقته وبعد ضياع كل اللي انفقه على الشقة. مين هي دي؟ بشوف كده موظفين حي الجمرك، موظفين حي الجمرك في الحي ومعهم بلطجية دخلوا اقتحموا الشقة، دخلوا اقتحموا الشقة وسرقوا محتوياتها، سرقوا باب الشقة وسرقوا النجارة وكسروا الحيطان وكسروا الشقة وكسروا الشقة. يا سيادة الرئيس انت قلت شاركوني في بناء البلد مش هدمها، شاركوني في بناء البلد مش هدمها، هدموا الشقة عليا وخلوا الشقة زي التربة زي التربة. قسما بالله عليها أصوات يا ريس، قسما بالله عليها أصوات، وإحنا معانا عقود ومركبين غاز ومركبين كهرباء
ومركبين غاز ومركبين كهرباء ومعانا عقود وعقود قانونيه في الغاز وفي الكهرباء، وسرقوا البوتاجاز من مواسير الغاز وهدموا الشقه عليا يا ريس. انا طالب الرحمه يا ريس. رحمه مين؟ رحمه مين يا ابني؟ طب ده برضه فيديو لبنت بتستغيث، بتقول الناس بيوتها اتخربت بعد هدم منازل منطقه اسمها ابيس في محافظه اسكندريه، رغم انهم اتصالحوا ودفعوا مبالغ طائله. نشوف كده. حضرتك منين حطيت قانون تصالح وفتحت لنا ملف التصالح؟ ومنين مقاول الهدد ومهندسه الحي بيزيلوا العقار دلوقتي؟ احنا عايزين نفهم، عايزين نفهم، وبنستغيث بحضرتك. الناس دي ذنبها ايه؟ في مليون الف حل ممكن ناخده، في مليون الف عقاب ممكن نعاقبه للناس اللي هي بنت مخالف، لكن مش نروح نخرب بيوتهم. الناس تخرب بيوتها، الناس عفشاها برمي في الشارع. الناس دي تعمل ايه؟ الناس دي تروح فين؟ اللي شغال بقاله 10 15 سنه ومتغرب عشان يعمل شقته، ثانيه كده لقيها خلاص مفيش. احنا بنستغيث بست الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقف جنبنا، احنا غلابه وملناش حد، احنا غلابه يا ست الرئيس، يا ريت تقف جنبنا. الناس دي هتعمل ايه؟ الناس دي دفعت كل اللي وراها واللي قدامها عشان تبني العقار ده. الناس دي وضعها ايه دلوقتي؟ احنا عايزين بس حد يطلع يوضح لنا، عشان دلوقتي في قرارات تصالح نزلت وفي ناس راحت اتصالحت وبالفعل جابوا جواب التصالح. منين في جواب تصالح ومنين الازاله شغاله؟ احنا عايزين حد يفهمنا، عايزين بس حد يطلع من مجلس الوزراء او اي حد يطلع يا جماعه يشرح لنا الوضع ده. احنا هنعمل ايه؟ الناس دي هتروح فين؟ الناس اللي بتهد بيتها دي وشقتها هتسكن فين؟ هتقعد في الشارع؟ احنا بنطور البلد ولا بنخربها؟ الناس انا بسال على ابيس دي فين يعني، عشان انا بعرف يعني المناطق اللي حطوا عائده. فبيقولوا لي شارع اسكندريه. ما شاء الله الاسكندراني كتير جدا بعد العوايد وبقى وانت رايح على كارفور، يعني سمعت كل المعلومات دي. انا ما اعرفش ابيس دي فين الحقيقه. لكن معلش يا علي، انت تقدر تقولي دلوقتي ايه المناطق في اسكندريه اللي اتكلمنا عليها دلوقتي؟ منطقه مأوى الصيادين وابيس، وفي حاجه ثالثه. اذا في واحد قاعد على خريطه، خدها مني بس، في واحد قاعد على خريطه دلوقتي في مصر وبيبص على المناطق اللي ممكن تطلع منها حاجه. قالوا لي اهو ابيس والجمرك ومنطقه مأوى الصيادين. في حد والله صدقوني قاعد على خريطه كده ماسك قلم، المنطقه دي اسمها ايه؟ ناخدها. والمنطقه دي اسمها ايه؟ ناخدها. خلينا نشوف الفيديو المؤثر ده. طفل قاعد على اطلال بيته. لا بس برضو هيجوا يبنوا تاني. لا الديوتي كده في مستواه كده ويخليه يتكلم. ياسر، يعني هم عملوا ايه في البيت يا ياسر؟ والله ما بعتش ياسر خلاص. لا وانتوا فاكرين السيسي يعني قلبه هيحن البنت اللي كانت بتتكلم، ولا الست اللي كان عندها 80 سنه بتاعت المطريه، ولا الطفل ده، ولا في دماغه؟ الراجل بيبيع لان الراجل جاي يبيع. لكن في ناس تانية بقى بتبني وبتتجاوز وبتخالف، بس ممنوع الاقتراب والتصوير واللمس. نشوف كده، نروح مع بعض كده المنطقه دي، حته اسمها هايسيندا باي. أي والله اسمها كده، هايسيندا باي، على الساحل الشمالي. أم ملاك المنتجع ده بتاع هايسيندا باي ده شافوا أبراج طالعة جديدة وحاجات طالعة، أو يعني عمارات طالعة جديدة، فوقفوا في مظاهرة بيحتجوا على تعديات الإدارة على التصميم العام باستغلال المساحات الخضراء والتوسعات بالبناء عشان يعملوا مشروعات جديدة داخل المنتجع هايسيندا باي. أهم هايسيندا باي ده بقى، ربنا يديك وتروحوا يا معلم، يعني حاجة كده يعني جامدة، جمودية التنين. بص ادي الناس اهي، دي ناس راقية اهي، ناس اغنية بقى وبتاع. اين وديعة الصيانة؟ لا لمنع الملاك من دخول الشاطئ. ادي يا عم، اين وديعة الصيانة؟ الناس وقفت في مظاهرات، وهايسيندا دي يعني لا لتعديل الماستر بلان، لا للمساس لا لمصاريف الصيانة بدون ميزانية وايه رسمية. قرية هايسيندا مش عارف ايه، لا في يعني مساحات خضراء. فهم قررت مجلس ادارة هايسيندا باي ده انه ياخد بعض المساحات الخضراء ويضيف
مباني جديده. فملاك اللي هم اصلا من 15 20 سنه في الهيسن ده وقفوا. طب فين بقى السؤال بقى؟ لما انت داير على الصيادين والجمرك وابيس والمطريه ده اهليه وبتاع والناس اللي هنا وعمال تلطش في خلق الله، طب وهيسن ده دي محدش ليه بيشيل المخالفات اللي فيها اذا كان اهلها نفسهم واقفين اهو في مظاهرات بيقولوا لا؟ انما ده المعلم ابو الهدد. خلينا نشوف الفيديو ده كده اهو. سفرية ساحل ايه اللي تبوظها الحرب في لطنط باكينام ولا مدام عاش اتراب البلد دي؟ اذا كان في عز كورونا انضموا حبايب قلب المقاومة الشعبية في هيسن ده، ايه المجتمع ده يا جماعة؟ في ثورة في هيسن ده باقي الساحل الشمالي وقافلين الطريق بالبيتش باجز. الناس اللي بتستخف بمطالب الملاك المتظاهرين في قرية هيسن ده باي محاسسيني دايما الناس دي ملهاش حقوق، وان المفروض ان انتم معاكم فلوس وعندكم فيلر وشاليهات في هيسن ده يبقى خلاص كده، انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ مفيش حاجه اسمها ما اسمها مشاكل عالم اول وعالم ثالث، في حاجه اسمها مشاكل. والله العظيم انا مع الراجل ده بصراحه.